السلام عليكم. اليوم مرة أخرى طلبة الطب خارجين في حركة نضالية. هذه المرة طلبة الطب بالرباط بغينا نديرو هنايا اعتصام في الكلية. تبعتنا هذا الموقف ديالنا وبغينا نبينو بأن حنايا باقيين صامدون حتى النصر. مطالب ديالنا جد مشروعة. لا يعقل أن بعد 10 أشهر باقي ما كاين حتى شي تدخل ولا حتى شي محاولة في حل الأزمة. كنجيو كنلقاو آخر اقتراح اللي تحط لنا في سبتمبر كنلقاو ما كاين فيه حتى شي فرق ما بين مع المقترح اللي عطاونا في جوان. يعني ما يمكنش 3 شهور وانت يا بويكوتي وكيعطيوك نفس المقترح. المهم طلبة واجهوا هذا المقترح بالرفض. الرفض واحد الرفض مشروط. كانوا بزاف ديال النقاط ما واضحينش في المقترح، بزاف ديال النقاط باقي ما عندناش عليهم جواب، وحنا باقي متفائلين في الوساطه ديال وسيط المملكه، وكنتمناو ان شاء الله ان يكونوا عندنا نتائج ايجابيه على الازمه ديالنا ان شاء الله. عليكم معكم ياسر الدرقاوي، طالب السنه السادسه، رئيس مكتب طلبه الطب بالرباط، وعضو في اللجنه الوطنيه طلبه الطب وطب الاسنان والصيدله بالمغرب. اليوم كان مبرمج واحد الاعتصام ديال 12 ساعه امام الكليه ديال طلبه الطب بالرباط داخل في المسلسل النضالي ديال اللجنه الوطنيه اللي جاء من الاراده ديال الطلبه اللي باغيين تصعيد وباغيين يعبروا عن الراي ديالهم. هذا الاعتصام كان غيكون اعتصام سلمي امام الكليه اللي هي الكليه ديالنا. مالوغوزمون شفنا تطويق ديال الكليه، تطويق امني كبير ديال الكليه ديالنا اللي ما خلاناش اصلا نوصلوا ليها. كانوا ناس تهدوا بالاعتقال، كان اللي تهدد بانه يتحيدوا ليه الطوموبيلات. حنا فضلنا ما ندخلوش في اصطدام مع رجال الامن، دونك تجمعوا الناس لتحت وقلنا غنطلعوا اونصومبل، نطلعوا كاملين من جهه ليافي. تحركنا وكما كتشوفوا الحضور راه هو هائل، راه اكثر من 500 طالب وطالبه اليوم حاضرين معنا. رغم ان تمنعات مره اخرى، حنا ولفنا هذا المنع هذا، والله الا ما بقيناش فاهمين. تيتهضروا الحقوق ديالنا، كيتهضموا الحقوق ديالنا، ما عندناش حق اننا ندافعوا عليهم لاننا سادين علينا باب الحوار. ما كنجلسوا مع وزاره التعليم العالي، ما كنجلسوا مع رئيس حكومه، ما كنجلسوا مع حد. واكثر من ذلك دابا ولا كيتمنع علينا حتى التظاهر والوقفات السلميه ديالنا اللي ديما كنديروا مع مرطره فيها شي مكان. حنا مؤخرا شنو طرا في النايضق وداك الشيء، دوك الصور ضرونا في خاطرنا حنا كاطباء، نظرا لان الميتي ديالنا فيه الكونتاكت اومان بزاف وفيه واحد الانسانيه. دونك فاش شفنا داك الشيء ضرنا في خاطرنا، واللي زاد ضرنا في خاطرنا هو ان شفنا شباب مقهور بغى يهاجر، دابا عندنا شباب مقهور باغي يبقى. هاد الناس دول مشيت مرة تلقاهم كيبكيو، البنات والدراري كيبكيو، دموع القهره. ناس مقهوره تقهرات لان تحت ما كيسمع ليها، تحت ما كيعطيها الوقت ديالها، تحت ما كيستجيب للمطالب ديالها. دونك فاش كنكونوا عندنا شباب مقهوره واخا هيك باغا تبقى وعندها ثقه في مؤسسات بلادها وكتبغي بلادها وكتامن بلادها ومشات طرقات الابواب ديال جميع المؤسسات، ما كاينش حاجه ما خليناهاش. دزنا من الوزارات، احترمنا الوزارات، احترمنا البرلمان، مشينا عند مؤسسات الوسيط، ما عمرنا درنا شي حاجه خارج المؤسسات. وديما كنقولوا كنعاودوا حنا كنامنوا بالمؤسسات ديال بلادنا، ولكن راه كيبقى فينا الحال فاش كنشوفوا ان هاد المسؤولين كيديكريديبيليزيو المؤسسات. لان فاش مسؤول ما كيقدش يلقى الحل، واش كتظنوا حنايا كل وزاره لقات معنا الحل ما غيعجبهاش الحال، ولا كل حكومه لقات معنا الحل ما غيعجبهاش الحال؟ حنا الاولين غنفرحوا، حنا الاولين غنهنئوهم وغنقولوا تبارك الله على بلادنا، وغنفتخروا بهذه الحكومه هذه. ومن الحكومه ما كتلقاش الحل، راه اولا كيبقى فينا الحال على المطالب، وكاين ثاني حاجه كيبقى لنا حتى الصوره اللي كتعطى لبلادنا. كيفاش الحكومه ما لقاتش الحل مع الطلب؟ كيفاش الوزاره ما لقاتش الحل مع الطلب؟ حنا لوبجيكتيف ديالنا ماشي هو ان نضربوا في المؤسسات ولا نبينوا ان فيها خلل، بالعكس حنا الا قدرنا نعاونوا ان المؤسسات يبانوا خدامين مزيان فحنا الاولين غنكونوا فرحانين. ايا طالبه في الطب السنه الخامسه بكليه الطب والصيدله بالرباط. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا اليوم طلبه الطب متواجدين وبقوه وحاضرين بواحد العدد اللي كثير، باش نورمالمون كان خصو يكون عندنا واحد الاعتصام، يعني واحد السيتين امام باب الكليه ولكن تم المنع ديالنا. فلقينا راسنا مالوغوزمون كونتخا اننا نديروا هذا الاعتصام في الشارع واننا نشدوا الطريق. فكيف يعقل اننا نخليو واحد الطالب في عز الليل برا في الشارع؟ اليوم طالب الطب إذا كان هو متواجد في هذا الليل ومتواجد بهذه الكثره فإنه يدل على الإيمان ديالو بالقضيه ديالو اللي هي قضيه التكوين ديالنا خط أحمر. هذه القضيه كنعاودوها بوندون تقريبا 9 شهور أو أكثر، حنا على أبواب 10 شهور. شنقول لكم الله يفك وحالنا، راه المرأة الحامل وكتولد مع 9 شهور وحنا مازالين متعلقين. علاش؟ على ود المطالب جد بيداغوجيه. بالنسبة للوساطة حنا كنرحبوا بها، وبالعكس
فرحانين انها تكون ومتفائلين بها. حنا كنرحبوا باي وساطه كاينه، رحبنا بالوساطه الحكوميه، رحبنا بالوساطه البرلمانيه، ورحبنا بجميع الوساطه اللي ديفيرون الوساطه اللي كاينين الميديسيون اللي كانوا. ولكن لا يعقل انه يتعطانا واحد الاقتراح بحال اللي تعطى في شهر 6 وتم الرفض ديالو يتعاود تعطانا دابا، راه كيف ما ترفض شهر 6 فهو تم رفضه الان في شهر 9 وشهر 10، لان الطلبه متشبثين بالمطالب ديالهم. فالشعار ديال سنه بيضاء ارحم من مستقبل اسود ليس بشعار فقط انما حقيقه، واذا ما تمش التعامل مع القضيه ديالنا بشكل اللي هو جدي ويعطيونا واحد لي سوليسيون اللي هما جدي لي سوليسيون اللي تجاوبوا على المطلبي ديالنا، فالمشكل ما غاديش يتحل. حنا كنجد المسؤولين وللمرة الألف أنهم يتعاملوا بجدية مع الملف ديالنا، وشكرا. شتي باغي يخدم البلاد؟ لا. علاش كيقولوا لنا نهاجروا؟ علاش كيقولوا لنا أننا ماشي وطنيين؟ نحن نشتغل تحت الله الوطن الملك. إذا خدموا بلادنا وما غاديش نخرجوا منها، وما غرضاوش بالحلول الترقيعية، ما غرضاوش بمقترح تعطى لنا في شهر 6. واش بغيتوا هذاك المقترح؟ لا. واش بغيتوا؟ شنو بغيتوا؟ فتح السنين. كل يا لنا